اخواني اخواتي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم. الموضوع الرياضي اللي ممكن يتناقش او ممكن نرجوه ضمن هذه الحلقه او في هذا الفيديو هو الماتش ديال المغرب طبعا والمنتخب الارجنتيني ضمن اولمبياد فرنسا 2024. الماتش كما شفتوا ماتش كان قوي، ماتش كان فيه بزاف ديال الاثاره، ماتش كان فيه بزاف ديال الاشياء اللي ممكن تطرح سواء على مستوى التحكيم، سواء على مستوى الدفاع ديال المنتخب المغربي، سواء على المستوى ديال التوقيت الكلي للمباراه، لان مجموعه من المهتمين والمتتبعين تسالوا بشكل عجيب وغريب كيف ان الحكم يضيف 15 دقيقه ديال الروتار، وهي اللي خلات المنتخب الارجنتيني في اخر لحظات يسجل الهدف ديال التعادل، الهدف الثاني، الامر اللي حرك يعني الاجواء في الصطاد والجمهور هبط للتيران وخرجوا اللعابه مشاو للفيستيار، ولكن الماتش ما توقفش الى غير ذلك من الامور اللي حدثت حتى رجعوا اللاعبين وكملوا الماتش وتم الاعلان عن حاله التسلل وتمت اضافه 5 دقائق على ما اعتقد، وبالتالي رفض الحكم هدف التعادل بسبب او بحكم انه تسلل ليفوز المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف وينال 3 نقاط. إذن وبهذا الفوز يمكن التأكيد بأن المنتخب المغربي الأولمبي هو منتخب قوي، منتخب قادر على المنافسة على اللقب، ولما لا، لأنه يتوفر على مجموعة من اللاعبين المتميزين سواء في الهجوم أو سواء في الأجنحة أو الوسط أو في الدفاع، وأيضا على مستوى حراسة المرمى. إذن نتمنى للمنتخب المغربي في قادم المباريات كل التوفيق وكل النجاح، ولكن على المدرب سيسكتيوي يأخذ مجموعة من القرارات ويأخذ مجموعة من الأمور بشكل جدي، خاصة على مستوى تغيير اللاعبين في آخر لحظات، سواء على مستوى عدم الركون إلى الدفاع بدل سن يعني خطة هجومية، لأن كما حصل مع الأرجنتين كما شفتوا أو كما شفنا كاملين بأن المنتخب المغربي بعد سجيل الهدف الثاني من قبل رحيمي عن طريق ضربة جزاء حاول يرجع للوراء يتكتف للوراء، ولكن في نفس السياق كانت هناك خلل في الدفاع، كانت بعض الثقوب في الدفاع اللي خلات الأجنحة ديال المنتخب الأرجنتيني تشكل واحد الخطورة كبيرة، واللي ربما كان من الممكن أنهم يسجلوا علينا الهدف ويحققوا التعادل وربما ينتصروا لأنهم كانت الهجومات ديالهم خطيرة. إذا نتمنى في قادم المباريات أن المنتخب يأخذ الحذر والسكتيوي يوقف على نقط الخلل ونقط النقط الضعف على مستوى الدفاع كما قلت وعلى مستوى الهجوم أيضا، لأنه في آخر لحظات تم إدخال الزلزولي، ولكن الزلزولي للأسف الشديد ما عطاش ذاك الشيء اللي خاص كان يعطيه، لأنه كانت واحد الهجمة كانت هو بوحده كان يكون تعطيه هدف، ولكن للأسف الشديد خلى الكرة وراه وعاد عام بعد جاء وضاعت منه إلى آخره. إذا من واجب على اللاعبين التركيز 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 و يعني الحيطة والحضار واحترام الخصم، ونتمنى له التوفيق في قادم المباريات. وبالمناسبة أيضا لا بد من التنويه بالجمهور المغربي الحاضر هذه الأمسية في خلال هذه المباراة اللي كانت مع الأرجنتين، كل واحد النموذج وعطى واحد الصورة إيجابية للجمهور المغربي العاشق لمنتخبه ولفريقه والعاشق لكرة القدم المغربية، يشجعها يدعمها لتحقيق الأفضل ولتحقيق مراتب متقدمة خلال هذه المنافسات، ولما لا المنافسة على اللقب، وهذا يعيد بنا الذاكرة والأفراح اللي حققها المنتخب المغربي في مونديال قطر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.